السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح الدولار من الضغط على الإعلانات وجمع النقاط. بس قبل أي شيء يا شباب، النهاردة إن شاء الله معانا فائز في المسابقة اليومية، فتابعونا للآخر عشان تعرفوا مين اللي هيفوز معانا النهاردة. تمام يا شباب، الموقع اللي قدامنا ده شبيه الموقع اللي احنا كنا شغالين عليه وكنا شرحناه، اللي هو بتضغط على الاعلانات وتجمع نقاط، ولما بتوصل ل 1600 نقطة بتقطع بيضيف لك نقاط، بدل ما بتاخد نقاط بتاخد 12 سنت يا شباب يوميا بدل النقاط. تمام، ده شكل الموقع يا شباب من الخارج، ودي ناس كسبانة من الموقع، وهنا بيقول لك ايه طرق الشغل على الموقع. ربح ما يصل، ممكن تكسب لحد 34 دولار. بيدعم المحافظ اللي قدامنا دي يا شباب. هنيجي لطريقة التسجيل على الموقع، بنيجي من هنا اسم ايميل باسورد، هات الباسورد وبنعمل تسجيل كده بقالنا حساب في الموقع. للدخول يا شباب الاسم يا شباب والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل. هتلاقي هنا حزمة اعلانات عندك هتحسب لك النقاط بالشكل ده، هندوس على الاعلانات بالشكل ده يا شباب كده، وهندوس على هنا على الاعلان كده، هيفتح معانا عداد زي ما انتم شايفين كده. هنا هندوس هنا كده هيفتح عداد معانا لمدة 25 ثانية. بعد ما بيخلص 25 ثانية بيظهر لنا كلمة هنا بندوس عليها بتحولنا تاني على الموقع. وبكده طريقة الإعلانات اللي بتديها لك في اليوم هتجمع منها 200 نقطة. ننتظر ثواني. اهو يا شباب كده احنا ايه خلصنا الإعلانات بتاعتنا، اداني 200 نقطة زي ما انتم شايفين. طرق الربح بقى، من الطرق التانية للربح من الموقع ده هنيجي هنترجم كده باللغة العربية. هنا طبعا ده هنا بيبقى رصيد السحب، وهنا رصيد النقاط، وهنا اجمالي السحوبات. بعد كده بيضيف لك نقط للنقاط ونقط لايه للاعلانات اللي احنا مدفوعه اللي انت بتاخد منها ايه الفلوس اللي بيحسبها لك في يوميا. تمام، بتيجي طب انا عايز دلوقتي انا شغال، هننزل تحت كده هيقول لك هنا ايه صندوق السحب. استنى، اكتساب كل مجموعه، ندوس على اكتساب كل مجموعه. هنا هيجيب لنا بقى ايه طريقه الربح في الموقع. لما بتجمع 1600 نقطة ل 14000 بتحصل على 12 سنت في اليوم من أول 1600 لحد 14000. لو عديت ل 14000 بأي نقطة بتاخد 35 سنت في اليوم. لو وصلت 26000 بتاخد 57 سنت في اليوم. لو وصلت لحد مثلا 51000 بتاخد دولار و23 لحد آخر حاجة يا شباب عندنا اللي هي مليون، باين مليون ولا تمانية ايه. لو وصلت للنقاط دي يا شباب بتوصل لحد 1594 دولار في اليوم. تمام، بعد كده احنا ايه كده احنا عرفنا ايه طريقة الشغل على الموقع هتبقى ازاي. هندوس هنا هنشوف الاعلانات اليومية هيدينا 200 نقطة. بعد كده يضيف لنا الاعلان هنا، اول ما نوصل 1600 نقطة هيبقى عندنا اعلانات هنا واعلانات هنا نخلصها يوميا. وبكده ايه هنقدر ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل للموقع وطريقة الشغل عليه والسحب منه. تاني حاجة هنا بيقول لك كيف العمل، وهنا بيقول لك شراء الاول هنيجي للايداع. الايداع يا شباب بتيجي من هنا، لو انت حابب ان انت تودع تختار هنا المحافظ اللي انت عايز تودع عن طريقها بالشكل ده. بتحط هنا المبلغ وتعمل توجيه، بيوجهك على المحفظة وتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه. بيديك على كل واحد دولار تلاتة حوالي 3000 نقطة وتمانين سنت. يعني لو جينا هنا ترجمنا كده وقلنا ايه شراء، بعد ما بنودع بنيجي لكلمة شراء يا شباب هنا بيقول لك اهو بيديك 3080 على كل واحد دولار بتودعه. بتيجي هنا بتحط اي الوان اي موقع كده، وبعد كده بتحط هنا المبلغ. نترجم كده كمية التعبئة، مثلا حط واحد اتنين حسب ما انت بقى عايز تحط، وهنا طريقة الدفع وتعمل شراء.
هنا الرصيد ده يظهر هنا اهو، وبتعمل شراء يوجهك وتدفع، وبعد كده بتاخد ايه الكمية الاعلانات اللي انت ايه حددتها. بعد كده نيجي للسحب من هنا، هنا بيقول لك الحد الادنى للسحب هو 5 دولار، بنيجي هنا نختار المحفظة وبنحط المبلغ وبنعمل طلب سحب. هنا بيقول لك شراء بنار، هنا بيشتري بيقول لك مش عارف، هنا كلمة شراء بنار بيديك كل يوم عليه او تلقي مكافأة يوميا من الساعة 18 بتوقيت الخدمة. صندوق الودائع، صندوق السحوبات. احنا كده عرفنا يا شباب الشراء الاعلانات اللي هنشوفها وناخد عليها الفلوس، وبعد كده هنا الاعلانات اللي هتحصل لنا بعد ما نوصل ل 1600 نقطة، ومن هنا السحب يا شباب، ومن هنا الايداع، ومن هنا ممكن شراء الاعلانات، شراء الاعلانات مجموعة اللي احنا كنا عليها يا شباب من شوية. وده كان شرح النهاردة يا شباب. هنخش بقى على المسابقة يا شباب، هنيجي هنا الفيديو اللي احنا شرحناه امبارح دوت اللي هو اثبات سحب 1 دولار و75 سنت، هنعمل عليه السحب النهاردة. هناخد الالوان كده نسخ، وهنخش على الموقع بتاع فرز المتسابقين، وهنعمل نشوف افرز 41 تعليق. هنيجي ندوس هنا ونشوف الفائز معانا. بسم الله، الفائز هو عمر عمرو العمورو. عامة يا شباب الفائز معانا اهو، ياريت يسيب لي تعليق برقم محفظته تحت التعليق بتاعه، يعني التعليق اللي هو سايبه دوت يسيب لي رقم المحفظة عشان ابعت له ال10 روبل المكافأة اليومية. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.